من أسئلة الكتاب شابتر 4 بروبلم 28. The two forces F1 and F2 shown in figure A and B looking down act on the 18.5 kilogram object on a frictionless tabletop. F ال F1 equals 10.2 newtons, F2 equals 16 newtons. Find the net force on the object and its acceleration. يبقى عايزين الفورس والاكسلريشن في البارت A والبارت B. البارت A عندنا Rx المحصلة للقوتين نفس ال F1 يعني هيساوي 10.2 نيوتنز يسار، وال Ry نفس ال F2 يعني هيساوي 16 نيوتن داون. يبقى المحصلة resultant square root Rx square مع Ry square يساوي 10.2 square plus 16 square 18.97 newtons. الثيتا equals shift tan للار واي تقسيم الار اكس، يعني هيساوي shift tan الار واي 16 الار اكس 10.2، فشفت tan بالآلة 16 تقسيم 10.2 اداني 57.5 degrees مع النيجاتيف اكس اكس زي ما احنا شايفين. عايزين الفورس تساوي الام اي، جبنا النت فورس اللي هي 18.97 تساوي 18.5 اي. اذا الاكسلريشن ايكوالز ال 18.97 تقسيم ال 18.5 ادانا 1.03 متر بير سكند سكوير ات 57.5 degrees under negative x axis. ده البارت A. البارت B ال Rx عندنا F1 هتتحلل كوساين 30، يبقى F1 كوساين 30 degrees هيساوي 10.2 كوساين 30 degrees هيساوي 8.83 نيوتنز. ال Ry عندنا ال F2 لفوق وال F1 لتحت مع ساين 30 يعني هيساوي 16 ماينس 10.2 ساين 30 degrees هيساوي 16 ماينس 10.2 ساين 30 10.9 نيوتنز. إذن ال R square root Rx square مع Ry square هيساوي نربع ال 10.9 اللي قدامي مع 8.83 وناخد سكوير روت للأنسر، اداني 14.03 نيوتنز بالمرة الثيتا اللي هي tan inverse ال Ry اللي هي 10.9 ال Rx 8.83 بقى شيفت تان 10.9 تقسيم 8.83 داني 51 degrees. نطبق ال F
تساوي الام في الاي، إذن ال 14.03 هتساوي 18.5 A. إذن ال A equals 14.03 تقسيم 18.5 إداني 0.76 متر per second square at 51 degrees with المرة دي positive x axis لأن الربع الأول. يبقى اللي طلبه عايز النت فورس مع زاويته مع الاكسلريشن طبعا مع اتجاهها. ده البارت بي. البارت ايه؟ ادي الماجنيتيود للريزلتنت الزاويه وادي الاكسلريشن.